مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الصين والشرق الأوسط. لا نبالغ إذا قلنا إن الهاتف المحمول صار الرفيق الأقرب لإنسان هذا العصر، فخلال بضعة سنوات فقط تحول الهاتف من أداة للاتصال إلى حاسوب صغير يمكنك من البحث عن مكان وقراءة كتاب ومتابعة برنامجك المفضل، بل وتعلم لغة جديدة، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الوظائف الأخرى. موضوعنا اليوم هو أحد تطبيقات الهاتف المحمول وتحديدا ألعاب الهاتف المحمول، ومعي في الاستوديو لمزيد من التفاصيل معي الأستاذ مادي جون، وهو صاحب شركة مينا موبايل لتسويق وإنتاج تطبيقات المحمول، ومعي أيضا الأستاذ وائل حورية وهو مدير تسويق بشركة مينا موبايل. مرحبا بك أستاذ وائل ومرحبا ولكن مشاهدينا كما اعتدنا نتابع تقرير قبل الحوار. فحاجة الإنسان إلى الترويح عن نفسه وإراحة عقله من زحام التفاصيل اليومية أصبحت حاجة لا تقل أهمية عن ضروريات الحياة، وتأتي ألعاب الهاتف المحمول لتمثل وسيلة يسيرة للحصول على لحظات قليلة من الترفيه حتى وأنت تنتظر الحافلة أو تستقل المصعد. لنتابع التقرير. دائما ما نرى بعض الناس ينقرون على شاشات هواتفهم منهمكين في التحديق إليها، مبتسمين في المترو أو في محطات الحافلات أو في الطوابير أمام السينما. من المتوقع أنهم بصدد لعب ألعاب الهاتف الأكثر رواجا في الوقت الراهن. تزايد عدد الأشخاص الذين يلعبون ألعاب الهاتف خلال أوقات فراغهم على اختلاف أجناسهم وأعمارهم. 我觉得玩手游首先它第一个就是它占用的时间比较少，不会耽误你其他的事情。嗯，然后第二个就是它比较方便吧，嗯，带到哪儿都可以玩。然后第三个就是它可以利用一些比较碎片化的时间来娱乐放松一下，比如说坐地铁或者是其他等待的时候。 شهدت ألعاب الهاتف زخما قويا من التطور في السنة الماضية في المجالات الرئيسية المختلفة التابعة لصناعة الألعاب، وبلغت مبيعاتها الإجمالية في عام 2015 46.51 مليار يوان بزيادة قدرها 2.87% عما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2014. ورغم أن سرعة النمو كانت منخفضة مقارنة مع عام 2014 إلا أنها تعتبر عالية حيث بلغت 4%. كل من نضج الانترنت والتكنولوجيا ومشاركة النجوم والممثلين ساعدت على خلق البيئة المناسبة لألعاب الهاتف والألعاب الرياضية الإلكترونية. 其实我觉得手机游戏对于整个的这个游戏的发展来说是一个变革。那这个变革呢，一方面是我刚才说过的，就是说它把整个的用户群呢，就是扩大了很多倍。那另外一方面呢，就是这个产品数量的爆发。那产品数量的爆发呢，也能够影响到呢，就是说手机跟其他文化产业之间的这种融合。那么你每一出一个新的电影或者电视剧，我都有可能。 有一款手机游戏跟它去相对应，所以的话呢，就是这种融合呢，其实也是从这个手机游戏爆发开始产生的。 قدر دخل إصدار الألعاب الصينية في الخارج 31.5 مليار يوان عام 2015 بزيادة قدرها 4.72% عما كانت عليه عام 2014. والجدير بالذكر أن الفضل الكبير لا شك في العودة إلى الألعاب المحمول. وطبقا لهذه البيانات يقترح الخبراء إلى المزيد من الاهتمام بالألعاب الرياضية الإلكترونية المحمولة وإصدارها في الخارج. 现在的厂商也好，平台也好，然后以至于现在因为直播平台也很火，所以整个的这样的一个势头都是对电竞这个市场的话的发展是有一个非常大的帮助。 我认为哈，我觉得游戏，移动游戏这个领域其实还会持续的发力，因为随着就是我们现在对娱乐行业的娱乐产值的这种越来越亲近，而且我们的这个随身的设备啊，我们的各种移动的屏幕也会越来越多，所以我觉得它会是一个更加持续上升的一个趋势。 إن الألعاب بصفتها جزءا من صناعة الإنترنت فقد أصبحت من المجالات التي تهتم بتطويرها في إطار استراتيجية الإنترنت بلس
بينما الألعاب الرياضية الإلكترونية قد حظيت بالدعم العملي من الدولة خلال السنوات الأخيرة، فتسابقت بعض المناطق في إقامة المسابقات الدولية تحت رعاية الحكومة. وفي نفس الوقت أصبح الدمج بين صناعة الألعاب والنشر التقليدي وأدب الإنترنت والأفلام والتلفزيون والكرتون وغيرها من الوسائل الإعلامية أعرض بشكل تدريجي. نعم، نعود إلى الاستوديو ونبدأ الحوار. وأستاذ مادين جون، يعني أنت بشركتك قررت أن يعني تبدأ التسويق للألعاب الإلكترونية الصينية في الدول العربية، لماذا اخترت الدول العربية؟ أنا دخلت في هذا المجال في بداية عام 2009، فما كان عندي نية لأفتح شركة في هذا المجال، لأن ما كان عندي خبرات أو ما كنت أعرف الإنترنت بشكل جيد. فدخلت الشركة وعربت لعبة، هذه اللعبة مصممة من نفس الشركة، فنشرتها في الدول العربية، وهذه اللعبة كأول لعبة أونلاين عربية في الدول العربية. ما اسم هذه اللعبة؟ كونكر أونلاين، أو يسمى قهر أونلاين. قهر أونلاين. أونلاين. هي مشهورة جدا في مصر وفي السعودية. فكل سنة أقوم بالمسابقة في مصر وفي السعودية. في مقاهي الإنترنت. وجمع بعض اللاعبين إلى مقهى الإنترنت فنقوم بالمسابقات. نعم، لا يعني أنت وجدت في مصر والسعودية يعني مجال لهذا يعني شعبية لهذه اللعبة. إقبال كبير. نعم. لأن ما كانت هناك ألعاب عربية، وهذه كأول لعبة عربية. باللغة العربية. فهي حديثة بالنسبة للاعبين. نعم، ويعني أنتقل لأستاذ وائل حورية، أنت تعمل في التسويق في هذه الشركة، ولكن أنت مقرك في بكين. يعني ما هي طبيعة عملك بالضبط؟ نحن طبيعة عملنا يعني أنه مثلا نحن هلا عم نشتغل على التسويق، يعني ألعابنا وألعاب الآخرين. نحن مثلا اللعبة نحن بنعمل لها الإعلانات، بنعطي أفكار بحيث أنه هاللعبة تصير تناسب العرب، يعني تناسب الثقافة العربية. ودائما يعني انه مثلا طريقه تصميم البرنامج هيك شغلات، يعني نحاول نعدل عليه، نعطي افكار مثلا للبرمجيين حتى يكون يعني البرنامج، يعني انت ممثل للعقليه العربيه تقريبا. نعم، يعني حتى يعني يمكن ان يتم تصميم البرنامج وايضا حمله التسويق وفقا للعقل العربي. صح، هذا. طيب اخبرنا بقى، ما هو العقل العربي؟ يعني ماذا تنصح الصينيين عاده في خلال التسويق والتصميم؟ انه مثلا يعني هلا اي شغل بالوطن العربي، يعني انت بتعرفي يعني احنا عندنا نسبه الوطن العربي، يعني عندنا الشباب، عندنا مثلا متوسط العمر، هي شغلات. يعني هلا فوق اي مجال اي شغله، يعني في مجال انك تلاقي ناس يعني بتهتم فيها. يعني بس مثلا انا اكثر شغله بحبها مثلا تكون يعني انه بنصح الصينيين مثلا برنامج انه يكون مثلا واضح وتقريبا يعني يكون بسيط، يعني مشان يعني انه بده يكون واضح بسيط، يعني مشان يحس انه يجذب العالم هناك. يعني هلا هم في بعض البرامج، يعني انا شفت بعض البرامج الصينيه بحس فيها شويه صعوبه، يعني بنصح مثلا انها تكون مثلا واضحه، او مثلا يعني احيانا بعض الافكار، يعني انه الافكار الصينيه مثلا انه في يعني اختلاف طريقه تصميم الفكره، طريقه الاعلان يعني بين الصين والوطن العربي. يعني الصينيين مثلا اعلانات هي جيده بالنسبه هم مثلا الصين، بس مثلا اذا تسوقيها بالوطن العربي يعني احتمال انه لاقوها، يعني انه العربي احتمال لاقيها تصطدم بالثقافه مثلا العربيه، بالثقافه او احسن بلاقيها غريبه يعني. نعم، نحن بنحاول هيك يعني ننسق بحيث يعني انه الاعلان يعني نغير فيه شوي، نظبطه بحيث انه يكون يعني مناسب للوطن العربي، يعني انه العربي لاي حلو مثلا وهي. نعم، يعني هي اجباري لانه اختلاف الثقافات. نعم، يعني وشغلات. نعم، اعود اليك استاذ مادي جون، يعني الشركه تقوم بتصميم الالعاب خاصه بها وايضا تقوم بتسويق العاب الاخرين، اليس كذلك؟ نعم، بلى. يعني ما هو يعني متى بدأت تصميم التطبيقات الخاصة بك؟ بدأنا في العام هذا. هذا العام يعني؟ نعم، هذا العام. ما زالت جديدة. نعم، من جدا. من شهر ثلاثة. نعم. من شهر ثلاثة 2016. نعم. بدأنا نصمم تطبيق اجتماعي. هذا التطبيق مصمم خصيصا للعرب. ما اسم هذا التطبيق؟ وجوه. ماذا يميز هذا التطبيق؟
نعم، بشكل عام هناك كثيرة تطبيقات اجتماعية موجودة في السوق الدول العربية مثل فيسبوك، تويتر، إنستغرام، سناب شات، واتساب، يعني كل هذه التطبيقات مشهورة ومنتشرة معروفة. فما الذي يجعلني أستخدم أيضا وجوه؟ نعم، المشكلة كلها مصمم لكل العالم وليس متخصص لمنطقة معينة. فمثلا نحن كصينيين عندنا ويتشات، عندنا كيوكيو. فأيضا هناك، ولكن ويتشات ليس مصمما لكل العالم؟ لا، للصينيين. حقا؟ نعم، للصينيين. الآن الناس في جميع أنحاء العالم يستخدمون الويتشات أعتقد. لكن أكثرهم أو معظمهم صينيين. نعم. فأعتقد أن العرب أيضا محتاجون إلى تطبيق مثل ويتشات هكذا، تطبيق متخصص للعرب وحسب عادات العرب وحسب عادة قراءة العرب. طيب أنا لا أفهم بصراحة أستاذ وائل، يعني أنا أعتقد أن هذا التطبيق هو أداة ليس فيها ثقافة، ما يعني كل شخص يضع ثقافته في هذه الأداة، فكيف يكون التطبيق مناسب لثقافة شخص؟ لا أفهم ذلك. لا، أنت مثلا هي بتختلف الثقافات، مثلا هلا مثلا بالفيسبوك مثلا، يعني نحن بتعرف نحن بالبيئة العربية بيئة محافظة، يعني بعض المناطق يعني بعض الدول العربية محافظة، يعني بقى يعني مثلا مثل الفيسبوك، يعني مثلا في كثير ناس انه ما بيستخدموا مثلا فيسبوك او بيعملوا حسابات وهميه، يعني لانه مثلا الفيسبوك يعني اي شخص بيقدر يدخل على الحساب تبعك مثلا يطلع علي وهيك شغلات، هي الحين بسبب ازعاج لبعض العرب. هلا نحن هون عم نعمل بهالبرنامج انه عم نعمل يعني يعني عم نحسب حساب هي الشغلات، يعني هلا هو نحن لساتنا بمراحل تطوير، يعني بس يعني عم نحسب حساب هيك، عم نحسب حساب في ناس مثلا محافظه مثلا ما بتحب انه حدا يطلع مثلا حساب هيك دغري وشغلات. وبنفس الفكره اللي حكاها المدير انه عندنا نحن هون يعني برنامج، يعني نحن العرب بحد ذاته يعني ما في عندنا هيك برنامج خاص بالعرب، يعني بحاول نعمل هذا البرنامج، يعني انه يعني هلا مثلا انه تقرير هالبرنامج عم نحاول نعمل يكون شامل لكل البرامج، يعني يكون شامل للميزات الاخرى لليوتيوب للفيسبوك لغيره. يعني بقى يعني هلا مثلا انا كعربي مثلا اذا انا احب مثلا يعني اطلع مثلا على مثلا اخبار او اي شغله، يعني مضطر اني اشوف اكثر من موقع، يعني انا بقى نحن بهالبرنامج يعني ميزته انه يعني عم نحاول نعمل فيه انه يكون شامل للجميع، يعني اي شغله انا يعني بالنسبه لي تعتبر يعني ممتعه وشغلات فيني الاقيها من الرياضه لغيره. والاضافه يعني مثلا انت في عندك شغله وحده، نحن شعار يعني شعار برنامجنا انه ابرز طبيعيتك هنا، يعني عبر عن نفسك كما تحب. بقى مثلا ميزات البرنامج تبعنا انه في عندك انت حساب، يعني في حساب واحد بس في ثلاث شخصيات، يعني كل وحده منفصله عن الاخرى، يعني هي بتساعد الشخص يعني انه يعبر عن نفسه. بتعرفي يعني في شغلات انا مثلا بحب اعبر فيها بس ما مثلا المحيطين فيه ما بعرف ما بخلي ما بدي، يعني ربما يعني مثلا شخصيه للاسره للوالدين والاسره، وشخصيه يعني للاصدقاء وشخصيه لربما التعبير السياسي مثلا تقريبا. يعني بتعرف انت خصوصا هالايام يعني بالوطن العربي يعني كثير انه يعني في كثير ناس تعمل عده حسابات بس بشان هالشيء، يعني نحن عم نحاول نوفر لهم هذا الشيء. يعني وبنفس الوقت قلت لك يعني انه نحن البرنامج يعني نحن يعني في اكثر موظف عربي يعني مختص بس بشان انه يعدل البرنامج حتى يناسب العرب، يعني وهي الشيء ما في برنامج اخر يعني انه يعني موظف اكثر من عربي بس بشان البرنامج يناسب العرب. يعني هلا مثلا في يعني تقريبا يعني بتعرفي دوله اسلاميه تقريبا شغلات، فنحن بنحاول يعني على نفس المبدا يعني حسب الثقافه العربيه والدين الاسلامي يعني هيك يعني. نعم. يعني استاذ ما ديجن، أنت ذكرت الويتشات أو الويسين كما يقوله الصينيون. هذا التطبيق أصبح عملاقا وأصبح يغطي مجالات عديدة جدا جدا، ويعني أخطرها أعتقد وأكثرها فائدة لنا الآن مجال الأموال وتحويل الأموال بسهولة جدا، ممكن أشتري أي شيء بهذا التطبيق، ويعني كان سباقا على الأبل أيضا، الابل باي او الابل والت او هذه ربما محفظه الابل هو كان سباقا عليها. فهل انت لديك طموح ان يصبح وجوه بمثل يعني كبر وبمثل كبر والتغطيه التي يغطيها ويسين الان او ويتشات الان؟ طبعا. لان فعلا نحن صممنا برنامج وجوه، مبدئيا نريد ندخل المستخدمين
وناخذ الاقتراحات منهم وناخذ آرائهم ونحن نرى هل هذه الأنظمة الموجودة على البرنامج مناسب للعرب أو لا، هل هم يحبونها أو لا. فبالمستقبل مثلا إذا نحن دخلنا ملايين أو عشرات ملايين مستخدمين على البرنامج، فلازم نزيد الخدمات أكثر، مثلا ألعاب أو إيكوميرس، يعني هي تجارة إلكترونية. التجارة الإلكترونية. نعم. وطريق دفع كمان مثل ما ذكرت. نعم. نعم. يعني هل لديك إمكانيات مادية لذلك؟ بلى، لأن عندنا مستثمرين كثيرين. أكبر مستثمرة هي مجموعة علبابا. حقا. مزيد من التفاصيل حول هذا وحول استثمارات شركة الكبرى مثل شركة علي بابا العملاق الصيني في مجال الإلكترونيات، ولكن دعونا نرتاح قليلا ومشاهدينا فاصل قصير ونعود إليكم. ونعود إليكم إلى الاستوديو ونواصل الحديث حول الألعاب الإلكترونية وأيضا تطبيقات الهاتف المحمول، ولكن قبل مواصلة الحديث دعونا نشاهد التقرير. فقد يرى البعض أن اللعب هو آخر ما يحتاج العالم العربي بما يواجهه من مشكلات راهنة، لكن من ناحية أخرى قد يكون القليل من اللعب هو المنقذ الوحيد للنفس المتعبة والعقل المثقل بالهموم. ما رأي شركة الألعاب الصينية؟ لنتابع التقرير التالي. أقيمت الدورة 14 لمعرض ترفيه التفاعل الرقمي الصيني الدولي لعام 2016 في الفترة ما بين 28 من يوليو والثاني من أغسطس الماضيين في مركز شنغهاي الجديد للمعارض الدولية. وكانت هذه الدورة قد اتخذت شعار لنعتنق الترفيه العمومي في العصر الجديد للألعاب موضوعها الرئيسي، وقد شاركت ما يزيد عن 1000 مؤسسة من أكثر من 30 دولة ومنطقة. في السنوات الأخيرة وفي وقت تتطور فيه صناعة الألعاب الصينية باستمرار وتتشكل بيئة الصناعة الخاصة تدريجيا، بدأت صناعة الألعاب أيضا التوجه إلى آداب الأنترنت والتلفزيون والرسوم المتحركة وغيرها من الصناعات الرقمية الأوسع ودمجها، إضافة إلى سعيها في تطوير الأسواق الأجنبية وتراكم الخبرات. 欧美啊，美国他们的那个研究可能大部分集中在那个基础领域，这很基础、很基础领域。但我们国内的一个行业的发展，更多的可能是一个产业的一个集成跟创新这块，比较多点点。我们九地公司的更多的去落实在那个商业的一个运用，就正常的一个商业模逻辑，它是能够支持我们的那个不断的那个技术研发的循环的商业模式上去做。 يضم العالم العربي أكثر من 300 مليون نسمة كما تقع فيه عدة دول غنية، فمن المحتمل أن يصبح سوقا كبيرا للألعاب الأنترنت، لكن تواجه شركات الألعاب الأنترنت كثيرا من العوائق في دخول هذه السوق، وتتمثل هذه العوائق في نقصان بيانات الإحصاءات الرسمية والبحوث المتعلقة بالسوق وصعوبة استيراد المستعملين الجدد والإدارة المحلية وعدم سلاسة وسيلة الدفع وغيرها من العوامل الأخرى. من الموبايل لتساعد شركات الإنترنت بالصين للدخول إلى سوق الدول العربية. من عام 2014 أسست شركة، هذه شركة لتطوير ونشر ألعاب عربية في منطقة الدول العربية. نشرنا أنجح لعبة في تاريخ على سوق الدول العربية اسمها انتقام السلاطين، وهذه اللعبة أخذت نجاحا كبيرا جدا، وهي أخذت المركز الأول على أب ستور وعلى جوجل بلاي منذ أكثر من 9 شهور، وحتى الآن هي المركز الأول. يعتبر تطوير السوق العربية فرصة وتحدي في نفس الوقت بالنسبة إلى شركات الألعاب الأنترنت التي تولي اهتماما أكثر بالتفكير في حل هذه المشكلات وإزالة هذه الصعوبات، كما تبذل الشركات الصينية أيضا جهودا مستمرة من أجل البحث عن الحل وإجراء التجارب لتطوير السوق الأجنبية، لذلك تتخذ تطوير سوق الشرق الأوسط كإحدى أولوياتها في المستقبل.
نعم، نعود إلى الاستوديو. يعني شاهدناك في هذا التقرير أستاذ ما، ما هذا المعرض الذي كنت فيه؟ معرض تشينا جوي، هي معرض ألعابه، يعتبر ثالث أكبر معرض في مجال الألعاب في العالم. نعم، وتحدثت عن شركتك وتحدثت عن يعني التسويق الذي قمت به وهو ما قلناه في بدء الحلقة، ولكن هل توجد شركات أخرى في العالم العربي تقوم بنفس العمل؟ نعم، في الدول العربية هناك شركات محلية وهناك شركات أجنبية. شركات المحلية مثل طماطم ومثل بابل جيمز، مثل مثل باور 7، هم يقوموا ايضا بالتسويق وبالانتاج للالعاب. نعم، بالانتاج وبالتسويق. نعم. نعم، وهناك شركات صينيه او شركات من دول اخرى؟ نعم، شركات الاجنبيه مع اكثر شركات للتعريب العاب هي شركات صينيه. تعريب الألعاب. نعم، يعني لماذا تهتم الصين بالتعريب؟ لأن دول العربية سوق جديد، وليس هناك منافسة كبيرة في هذا المجال. نعم. فهذه تعتبر فرصة. نعم، ويعني سؤالي لك أستاذ وائل، هل تعتقد أن يعني ربما الألعاب الصينية الآن بما أنها يبدو أنها تدخل العالم العربي دون منافس، أعتقد يعني ربما، هل هذا صحيح أنها تدخل دون منافس أولا؟ هو يوجد منافسين مثلا بكل الدول، ولكن يعني في يعني يوجد شغله حلوه هي بالشركات الصينيه مثلا. هلا نحن يعني انا مثل اقول لك انه برنامج مثلا مخصص للعرب، يعني مثلا هلا بالشركات الامريكيه وغيرها ما يعني صعب انه يجيبوا واحد عربي يقول لك مثلا عرفنا على الثقافه العربيه، شوف هاللعبه انه بتناسب ولا بتناسب. لماذا صعب؟ يعني هل هذه لانها ليست طريقه الغرب في التسويق مثلا؟ مستقل، بس مثلا انا كمان اشتغلت يعني بمجال الالعاب وهيك شغلات، مثلا يعني على بالمناسبات العربيه بالاعياد وهيك شغلات، يعني مثلا نحن كنا مثلا سباقين انه يعني انه نهتم بهالمواضيع، يعني كان رده فعل العرب يعني كان كثير مبسوطين، يعني انه في اهتمام بالثقافه العربيه وهيك شغلات. طيب هل تعتقد اذا ان الصين بشكل عام يعني تدخل الى او تعالج القضايا باهتمام شديد بخصوصية الثقافة بعكس الغرب؟ تقريبا في عندك هيك شيء، يعني مثل ما بقول لك انا يعني انه بتشوف الشركات الصينية مثلا بتجيب العرب، يعني بتدور مثلا على العرب عشان تحاول يعني تستفسر اكثر على العرب، يعني انه السوق العربي يعني سوق جيد، بس ولكن يعني ما في المنافسين الكبار يعني هنيك، يعني بهي الصين عم تستغل هالشيء يعني، ونحن دائما يعني بتعرف ان كانت علاقات جيدة يعني، وبقى هي عم تساعد عم تدخل بهالمجال، يعني عم تتفوق هلا هنيك، يعني عم تتفوق على الشركات الاخرى يعني. نعم، يعني في اهتمام كثير يعني انه بالعرب يعني مثلا بالسوق العربي يعني. نعم، طيب اعود الى ما ذكرته قبل ذلك استاذ ما، حضرتك ذكرت ان شركه عملاق الانترنت علي بابا وعملاق التجاره الالكترونيه ايضا، هذه الشركه الصينيه التي تسمى علي بابا، تستثمر في التطبيق الذي تقوم أنت بإصداره وهو وجوه، هذا التطبيق العربي. لماذا قررت علي بابا ألا يعني أن تقوم من خلال شركة خاصة كشركتك ولا تقوم بنفسها بهذا يعني المشروع؟ نعم، شركة مجموعة علي بابا هي شركة عالمية وهي تشتغل في كل العالم، فشركة بسبب أنها كبيرة جدا فهي تهتم بالأسواق الأكبر مثل الصين، السوق الصيني، مثل أمريكا، مثل أوروبا، مثل اليابان هكذا. فدول العربية هي تهتم أيضا، لكن ليس في هذا في هذا الحال. فهكذا هي تستثمر بعض الشركات مثل شركتنا، تستثمر فينا ونحن نشتغل في هذه المنطقة ونفتح باب لمجموعة البابا. مثلا يوما ما إذا نحن كبرنا في هذا السوق ممكن هي تستحوذ عليه. نعم. نعم، وتصبح أنت ملياردير بعد ذلك. إن شاء الله.
يعني أستاذ وائل، أنت تقول أن عملك يتطلب أن تقوم بإصداء بعض النصائح ربما للمصممين، أليس كذلك؟ هل تقوم مثلا بإمدادهم ببعض القصص التاريخية مثلا العربية أو بعض يعني الأساطير العربية؟ تقريبا يعني هذا اللي هو مثلا، يعني مثلا كثير احنا بسكننا مثلا بالالعاب، يعني مثلا قصه مره عملنا مثلا قصه علي بابا، والاساس هي قصه عربيه، قصه الف ليله وليله مثلا. وغير هيك مثلا احنا مثلا انه شو بنعمل يعني هلا مثلا باقي البرامج، انه بتلاقي مثلا احنا يعني نختار الصور، صور عربيه يعني صور مثلا يعني شغلات بتناسب العرب، يعني الصور العربي بحبها، يعني مثلا صور الحصان مثلا، بتعرف العادات العربيه مثلا الصحراء مثلا شغلات، يعني بتختار رموز من الثقافه العربية حتى يعني تضعها في هذه في البرامج. هيك يعني العرب مثلا بيلاقوا انه شيء يعني لهم علاقه فيه، يعني مو مثل الثقافه يعني باقي البرامج الاخرى، يعني انه ثقافه اجنبيه، ثقافه يعني غربيه نظامي يعني. هل انتهى التطبيق هذا؟ هل تم فعلا اطلاقه ام لم يتم بعد اطلاقه؟ اطلق بالفعل؟ نعم، تم اطلاقه قبل 4 شهور، يعني نشرتنا. وهو يعمل على الاندرويد وعلى الاي او اس؟ على الاندرويد وعلى الاي او اس، لكن حتى الان نحن فقط نشرتنا على الاندرويد، والاي او اس في نهايه الشهر ان شاء الله. وهل لديك الان مستخدمين؟ كم عدد المستخدمين؟ نعم، خلال 4 اشهر نحن اخذنا 500,000 مستخدمين. حقا؟ نعم نعم. وماذا استاذ وائل عن الفعاليات التسويقيه مثل مثلا المهرجانات ويعني ربما المعارض وكذا، هل توجد ما يكفي في العالم العربي؟ هل توجد اصلا مثل هذه الفعاليات في العالم العربي؟ هلا هو تقريبا احنا هو مثلا هيك نحن هلا عم نعمله مثلا عم نشوف يعني شوف فعاليات جديده رح نحاول نشارك فيها. هي يعني موجوده بس لكن لحد الان لسه ضعيفه شوي، يعني لسه بالبدايه، يعني بهالمجال يعني لسه بالوطن العربي يعني لساته بالبدايه. يعني هلا يعني في كثير يعني في خطط كثيره، مثلا في يعني كثير يعني مثلا بلش بعض الحكومات العربيه تحاول تدعم هالشيء، يعني خصوصا هلا مثلا في يعني هلا الامارات السعوديه عم بيعملوا برنامج هيك، يعني عم ببلشوا يدعموا هاي الامور يعني، بس للاسف لساتها كلها ضعيفه يعني بالبدايه يعني. نعم. نحن هلا عم نحاول نشوف مثلا شو في مهرجانات، عم نتابع انه شو في مهرجانات شو فيها حتى نحاول نشارك فيها. حسنا، يعني سؤال اخير، هل يفكر العرب مثلما يفكر الصينيون، بمعنى انهم يطلقون التطبيق للسوق المحلي بما ان الامكانات ما زالت ضعيفه، يعني هل يفكرون في السوق المحلي فقط ام يفكرون فقط في السوق العالمي الذي ربما يكون اوسع كثيرا من قدرتهم على المنافسه؟ هلا هو في افكار كثيره طلعت هيك، بس ما بقول لك يعني للاسف انه هي يعني الشركات اللي طلعت يعني يمكن ما كان في وراها مين، يعني بتعرفي نحتاج دعم يعني. يعني في اكثر من برنامج مثلا عربي طلعوا هيك شغلات، انه بس ما لقى الدعم النظامي يعني. بقى للاسف يعني ما يعني مثلا انا لا اعرف، ربما انت تعرف اكثر مني، هل يوجد برنامج للموسيقى مثلا العربيه، تطبيق للموسيقى العربيه جيد يمكن استخدامه بسلاسه؟ هناك برنامج جديد نزل على السوق اقل من شهر اسمه انغامي. انغامي؟ انغامي. نعم. هذا برنامج صيني ام برنامج عربي؟ عربي. عربي. حسنا، عربي. اشكرك ومشاهدينا اشكركم على المتابعه. كان معي في الاستوديو الاستاذ وائل حوريه، وهو مدير التسويق بشركه مينا موبايل، وهو اسم مصري مينا. نعم. وأيضا معي الأستاذ مادي ديون، وهو صاحب الشركة ومؤسسها، وهي شركة لتسويق وأيضا إنتاج تطبيقات الهاتف المحمول. أشكرك جدا أستاذ ما، ومشاهدينا ألقاكم في الحلقة القادمة من برنامج الصين والشرق الأوسط.